القوات المسلحة المصرية تتولى إصلاح المنشآت المضارة في حادث أبو قرقاص بالمنيا وضبط 5 متهمين جدد. رئيس لجنة التحقيق في الطائرة المصرية المنكوبة: تمكننا من تحديد موقع جهاز الإرشاد. شيخ الأزهر في باريس: لدينا إصرار كبير على مواجهة التطرف ومستعدون لتدريب أئمة فرنسا. وزير التموين يقول: 10 ملايين جنيه حصيلة مبيعات معرض أهلا رمضان خلال يومين. ومترو الأنفاق يعلن قرارا بمد ساعات التشغيل أيام شهر رمضان للثانية صباحا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءكم ورد وفل وياسمين. أحلى سادة مشاهدين مشاهدي الحياة اليوم. اليوم آخر أيام الأسبوع، يوم الجمعة الموافق 27 مايو 2016 من الميلاد. كل سنة والطيبين. الشهر الفضيل بيقترب شيئا فشيئا ونفحاته بتهل علينا كل يوم أكتر وأكتر. يا رب يبلغنا رمضان وإحنا في أحسن حال، ويخرجنا منه أيضا ونحن في أحسن حال، ومن العتقاء من النار بإذن الله. قولوا أمين، قولوا أمين. طيب، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلوا على أيضا السيد المسيح عليه السلام، وكل من له نبي يصلي عليه. الكلام الحمد لله، الحمد لله ربنا وفقنا وقلنا، والحمد لله الذي هدانا لهذا ولم كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. الكلام اللي احنا قلناه امبارح فيما يتعلق بحادث أبو رقاص في المنيا، الحمد لله والشكر لله كان هو الكلام الموزون. ومن امبارح للنهاردة سواء أنا أو البرنامج هنا جالي يعني ردود أفعال كثيرة جدا جدا، خصوصا من أهالينا في الصعيد وفي المنيا، أكدوا وبصموا على الكلام اللي احنا قلناه، وقلنا إن احنا الحمد لله، الحمد لله بشهادتهم. احنا تقريبا البرنامج الوحيد إلا من رحم ربي يعني اللي ما عادش ينفخ في النار، اللي ما كانش عايز جنازة ويشبع فيها لطم. وأنا قلت لحضراتكم الكلام ده من 25 يناير 2011 لحد النهاردة، إنه الإعلام في مصر سلاح ذو حدين. يا إما يبقى إعلام يبني البلد ويجمع الناس ويوعي ويثقف ويقدم الناس ويعمل كذا، يا إما يبقى إعلام يرقص على جثة الوطن، يبقى فرحان إن الوطن بيموت وهو اللي بيكسب من ورا هذه الخسائر الكبيرة اللي بتحصل للبلد. برامج كتير بتستنى، وانا بقولها لكم بمنتهى الأمانة وجزائي على ربي، في برامج كتير وقنوات كتير بتستنى حوادث زي بتاعت امبارح واول امبارح دي عشان تعمل فرح بلدي منها. تقول لك بس جات لنا على الطبطاب، هنعمل فرح وفتة ونعمل اللي ما يتعمل، وخلي الناس تقعد سهرانة معانا الاربعة خمسة الصبح، تولع البلد، الناس تموت بعضها، تمسك في خناق بعض، نقع اكتر ما احنا واقعين، ولا يفرق معاهم. يقول لك المهم ان احنا بنتشاف وان احنا ناجحين وان احنا نجيب اعلانات. الا لعنة الله على الاعلانات ولعنة الله على المشاهدة اذا كانت على حساب البلد وعلى حساب ولاد البلد اللي للأسف 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 بيثقوا فينا كتير. اكتر من 90% من غالبية الشعب المصري اللي عنده ثقافة شوية محدودة وتعليم شوية محدود، وده مش بسببهم، بسبب ناس كتير في الأنظمة اللي فاتت أجرمت في حقهم. كتير من الناس دي بيعتبروا ان احنا المصدر الوحيد للمعلومة، مصدر الوحيد لثقافتهم، بيصدقونا وبيثقوا فينا. دي حاجة ممتازة ممتازة. المشكلة بقى ان احنا بنسيء استخدام هذه الثقة، وبنقول لهم مش انت جيت لي وصدقتني، تعال بقى وخد فيني وجعك. عشان كده كتير من البرامج، وانا مش عايز اقول اسماء لان في كتير من الناس بيزعلوا مني، بيقول لك ما ينفعش تحرج زملائك ولا تنتقد زملائك ولا تهاجم زملائك، مع ان كتير منهم يستحق المهاجمه والانتقاد الحقيقه، لكن ماشي هسمع الكلام. كتير منهم الحقيقه عملوا ممارسات اعلاميه في منتهى السخافه، منتهى السخافه، وكانه بيدور على الحاجات اللي توجع ويطلعها، يدور على الحاجات اللي بتولع ويطلعها. مش معنى كده ان احنا هنا بنطربخ، لكن لا، احنا بنقول الصح
اللي ما يثيرش الفتنه. لو الحادثه بتاعت ابو رقاص دي اقسم برب العزه وانا مستعد ان انا اسيب المهنه دي دلوقتي، لو الحادثه بتاعت ابو رقاص دي اساسها حادثه دينيه، والله كنت اتكلمت فيها باعتبارها فتنه طائفيه وفتنه دينيه. وعلى فكره احنا عندنا مشاكل طائفيه، ما بقولش لا، وعندنا مشاكل دينيه. ولما فتحت معاكم ملفات قلت لكم ان في بعض الاضطهاد للاخوه المسيحيين، بس اضطهاد مش ممنهج، مش اضطهاد دوله، لا، اضطهاد سلوكيات متخلفه، زي عدم تعيين بعض المسيحيين في المناصب القياديه، زي التفرقه، مش عارف ايه، زي الحادثه اللي حصلت من يومين ان ولد صغير عنده 11 سنه راح يتدرب في النادي الاهلي او يمتحن في النادي الاهلي كره قدم، فالمدرب قال له اسمك ايه؟ قال له اسمه جون باين، قال له لا جون ولا توني؟ لا بلاش. هل ده الاهلي ضد المسيحيين؟ لا طبعا. واحد متخلف ما دماغه قافلة. ففي ممارسات غلط، وفي عندنا مشاكل في التسامح وفي العدالة وفي مسألة بنى الكنائس. ومش معقولة في الكنيسة، مش معقولة في الكنيسة، علشان في الكنيسة يصلحوا حنفية بتسرب، أسهل حاجة يرفعوا السماعة ويجيبوا سباك، لا، عشان يصلحوا حنفية في الكنيسة لازم ياخدوا موافقة المحافظ. معرفش بقى القانون اتعمل ولا ما اتعملش، بس أنا قصدي إن كان عندنا حاجات كتير غلط، كتير غلط، كويس؟ فاحنا ما بنترمخش، بس لما يكون في حاجه حادثه في منتهى الاجتماعيات، حادثه اجتماعيه ليها علاقه بخيانات وعلاقات انسانيه واجتماعيه، فتتقلب بوتره قادر الى حادثه دينيه وفتنه طائفيه وخناقه ما بين مسلمين ومسيحيين وبيولعوا بعض وكذا، هو ده الخطا. ده مش خطا، دي خطيئه. فلما نيجي احنا كمان كاعلام ونتناول المشكله كانها فتنه طائفيه ونبتدي نسمع اراء المسيحيين ونسمع اراء المسلمين، نبقى مش بنعمل خطيئة، بنبقى بنعمل جريمة في حق الوطن وفي حق مهنتنا. عشان كده الحمد لله ناس كتير زكت وباركت المنهج اللي احنا ماشيين عليه في فكرة في خطأ، في خطأ ولازم ناس تتحاسب. وانا في رأيي، وانا هنا اذا جاز لي ان انا اوعز الى النيابة العامة جهة الولاية وصاحبة مسؤولية تنفيذ العدالة في هذا البلد، مهم اللي ارتكب الجريمة سواء في الاعتداء على السيدة الفاضلة أو في حرق البيوت أو الاعتداء على المسيحيين أو الاعتداء على المواطنين المصريين، اللي ارتكب جريمة بالقانون طبعا يتحاسب. بس أنا نفسي كمان التحيات، ودي أتمنى أنها تبقى رسالة، لأن دي ساعتها اللي هيتحقق، بس مش العدالة، هيتحقق العدل. وأنا كلمتكم قبل كده الفرق في وجهة نظري ما بين العدالة والعدل. القانون يطبق العدالة لكن صعب أنه يطبق العدل. العدل في وجهة نظري أن احنا مش نجيب الناس اللي حرقت. أنا في رأيي الجريمة الكبرى ارتكبها اللي وز، اللي زن في الودان، هو ده الشيطان الأكبر. يعني أنا ممكن أبقى أداة صلصالية، حد يجي يقول لي دافع عن دينك، دافع عن رسولك، دافع عن محمد، دافع عن الإسلام، دافع عن، فاروح أولع. أنا طبعا ارتكبت جريمة، بس الجريمة الأكبر في المحرض، وهنا المحرض ياخد نفس العقوبة وأكتر لأن هو السبب. فأنا نفسي النيابة العامة تنجح في الوصول لكل المحرضين قبل المنفذين. يعني المنفذين تمام يجابوا ويتحاسبوا، لكن كمان المحرض ده لو فضل طليق هيفضل يحرض ناس كتير تاني. فنفسي كل، انا عارف انه بيقولوا لي دلوقتي ان في حد اتقبض عليه، بس انا مستحيل يكون واحد هو اللي عمل الليله دي كلها، والا يبقى يعني الشيطان يعظ فعلا. اكيد في 5 6 10 نفخوا في النار، واكيد في ناس سفله جماعات ولا تيارات اشتغلت على الموضوع. الناس دي لازم تتجاب كل واحد، ولازم الناس اللي اتقبض عليهم من المنفذين يتسألوا كده، مين اللي وزكوا؟ مين اللي حرضكوا؟ مين اللي وجهكوا؟ مين اللي دفعكوا؟ هم دول المجرمين الأكبر في نظري، ودول اللي لازم يتحاسبوا الحساب الأكبر. النهاردة القوات المسلحة المصرية زي ما أنا قلت لكم في العناوين قررت أنها تتولى إصلاح وترميم كل المنشآت التي أضيرت أو احترقت في مدينة أو مركز أبو رقاص في محافظة المنيا خلال فترة وجيزة تمتد تقريبا إلى شهر، وعلى نفقة القوات المسلحة. وده مش غريب الحقيقة، القوات المسلحة طول الوقت القوات المسلحة بتعمل كده، وفاكرين حادثة حلوان وكده مش عارف إيه، والقوات المسلحة برضو هي اللي دخلت موضوع الصف في حلوان، دخلت واشتغلت وطبطبت بين الناس، وهي اللي رممت وأصلحت وكذا. وطول الوقت أنا بقول طول الوقت، وهذا أقسم بالله ليس نفاقا، القوات المسلحة المصرية طول الوقت هي السند، هي السند اللي احنا بنتركن عليه، وعارفين ان ورانا ظهر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، عشان الهوهوات اللي بنسمعها بقى وعسكر ومش عسكر ويسقط ويحيا ومش عارف ايه، يعرفوا انه قيمه الظهر ده، ان انت في لحظه واحده لو ما لقيتش ظهر وراك تعمل زي ناس كتير اتقلبوا لمؤاخذه على ظهرهم وبقت رجلهم دلوقتي مرفوعه لفوق.
النهارده في جهد جيد كمان من الازهر، في حوالي 40 شيخ وواعظ وامام وصلوا الى المدينه من اجل تطيب خواطر الناس المضاره ومن اجل لملمه الشمل وتطيب الجروح. وكمان النيابه العامه قالت انه في 5 تم القبض عليهم من الذين كان صادر بحقهم امر ضبط واحضار. زملائي في الحال اليوم جمعوا تقرير مجمع عن كل ما حدث في هذه الازمه خلال اليومين اللي فاتوا. هذا التقرير في رايي يا رب ان شاء الله يغلق القصه وما يخلينيش اضطر بكره وبعده ان انا اتكلم فيها تاني. انا بالنسبه لي قضي الامر وخلص الامر، تحقيقات النيابه تدي كل واحد حقه. اما ان احنا نفضل نعملها ملتته ومعجنه من النهارده الاسبوع الجاي لان احنا ما عندناش حاجه نقولها، يعني اتمنى ان احنا ما نتكلمش فيها تاني الا اذا كان فيما يستدعي. تقرير. بعد أحداث الفتنة الأخيرة التي دارت في قرية الكرم بمركز أبو قرقاس بمحافظة المنيا، وصل 40 واعظا من الأزهر الشريف إلى جانب عدد من أعضاء بيت العائلة المصرية، إلى جانب تواجد قوات الأمن والسيد المحافظ لتفقد الأوضاع في هذه القرية. الناس هنا ناس محترمة وناس جميلة، ومفيش ما يفرق بينهم، والحمد لله الامور زي ما انتم شايفين، البلد في امن وسلام، والامن موجود واحنا كلنا موجودين وفي خدمه الناس كلها. وانا بؤكد المسيحي اخو المسلم. جئنا لنؤكد على وحده النسيج الوطني وعلى احتواء حاله الاحتقان، وللتاكيد على المعاني الاسلاميه والمعاني الوطنيه بين ابناء الوطن الواحد من مسلمين ومسيحيين. الحضور واعضاء بيت العائله اكدوا على اهميه وجودهم لرأب الصدع بين اهل القريه من مسلمين ومسيحيين، واستعاده روح التآخي بينهم، مع ضرورة معاقبة المسؤولين عن تفاقم الأزمة وعن الإضرار بمنازل بعض الساكنين. توجهنا للقس بولا راعى الكنيسة هنا في البلد، وقدمنا ان احنا نعمل لقاء مع سيدة الأخت المسيحية عشان نقدم اعتذارنا باسم بيت العيلة المصرية في المنيا. الناس هنا مع بعضهم ناس بيحبوا بعض وعايشين مع بعض في حب مع بعضيهم، وقالوا ده أحداث فردية مش هتأثر على علاقتنا ببعضينا كمسلمين ومسيحيين. إحنا نسيج واحد وفي وطن واحد، ومصر يعني بلدنا كلنا، ما فيش حد يفرق بيننا. ما يجبش إن إحنا نمشي ورا الشائعات اللي بتخرب بيوت. يعني الناس ديت استفادت إيه لما خربت بيوت وهي مشيت وراء إشاعة ليس لها أساس من الصحة؟ بعد أداء صلاة الجمعة دار الحضور في جولة بالقرية لتفقد المنازل المتضررة، مع وعد المحافظ للأسر التي احترقت منازلها بإعادة تأهيل هذه المنازل مرة أخرى حتى تعود كما كانت قبل الحادثة. بلدة آمنة امتدت إليها أيدي الفتنة كي تفرق بين المسلمين والمسيحيين الذين يعيشون فيها بألفة ومودة، واليوم جاءت وفود من الكنيسة والأزهر للوقوف على حل لهذه المشكلة كي يعود السلام والمحبة إلى أرض هذه البلدة. محمد الريس، الحياة اليوم. طيب في 30 ثانية، حلو الوفد الوعاظ وشيوخ الازهر ووفد الكنيسه ووفد تمام، وانا عارف ان احنا فكره الانسانيات وقعده العرب وبتاع دي، الحاجات دي من عرفنا ومن تقاليدنا ومن اعرافنا وبنعملها كتير وبتاع، بس انا نفسي الحقيقه بعد كده نتخلص شويه من الحاجات دي. نفسي بعد كده الموضوع يبقى قانون بس. ما هو شيوخ الازهر والكنيسه معناها ان احنا بنتكلم في دين، وانا بقول ان دي مش حادثه دينيه، فلازم في النهايه حادثه زي بعد كده تحصل، الشرطه تدخل تجيب المجرم تسلمه للنيابه تحوله للمحكمه ياخد عقوبته قضي الامر. لكن قعدات عرفيه ومجلس عرفي يعني نفسي نبطل الكلام ده، لان هو ده اللي بيخلينا طول الوقت في نفس اللبانه. وبالمناسبه الشيء بالشيء يذكر، شيخ الازهر موجود انتوا عارفين في جوله اوروبيه وموجود في العاصمه الفرنسيه باريس، وقال النهارده كلام مهم له علاقه بان احنا ما عندناش بديل، ما عندناش اختيار تاني غير ان احنا نحارب الارهاب. الارهاب موجود في ديننا، مش في ديننا، في دين الاسلام، عند اتباع يعني بعض اتباع الدين الاسلامي للاسف فاهمين الدين غلط، زي ما الارهاب موجود في اتباع الدين المسيحي بعضهم، وزي ما الارهاب موجود في اتباع الدين اليهودي. الارهاب ليس له ديانه، لكن فهم الدين بشكل خاطئ هو اللي بيخلق ارهابي. فبالتالي كلنا ما عندناش بديل غير ان احنا نحارب الارهاب. فشيخ الازهر باعتباره مسؤول عن القامه الاكبر في العالم الاسلامي هو الازهر،
مسؤول أول عن محاربة المتطرفين والمتشددين في الفكر الإسلامي، زي ما بابا الفاتيكان والكنيسة وكل المسيحيين مسؤولين عن محاربة الفكر المتطرف المسيحي. لكن للأسف المتطرفين اليهود محدش بيعاقبهم ولا حد بيحاربهم، بالعكس ده نتنياهو والبهوات طالقين إيديهم وعاملين سفلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. آخرها النهاردة الخبر اللي أنا قريته أن الحكومة الإسرائيلية عايزة تستفز وتولع في النار في نفوس الفلسطينيين، وافقت على عرض نمساوي مسرحي للعراة في القدس الشريف. القدس الشريف مدينة الأديان، الحكومة الإسرائيلية وافقت ان في عرض نمساوي للعراة، رجالة وستات عريانين يرقصوا انا اسف يعني، في القدس الشريف المدينة المقدسة الطاهرة اللي فيها مجمع الأديان كلها. بيعملوا كده ليه؟ حرية الفن؟ لا، نكاية في المسلمين وعشان نفوسهم تولع، لان هم مش عايزين سلام، هم عايزينها طول الوقت تفضل خربانة كده. منهم لله في كل كتاب. طيب في دقيقة قبل ما نروح للفاصل، هذه مناشدة واجبة لان انا كتافي واضح انها متحملة بيها من يومين ثلاثة، والحقيقة انا وعدت ان انا هتكلم في هذا الموضوع. كثير من اخواتنا وزملائنا المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية، وانا الحقيقة لما بتكلم عن السعودية بالذات بيبقى في حساسية، لان انا بحب السعودية وبحب الشعب السعودي وبحب ملك السعودية، والسعودية اللي عاملاه معانا واحنا عاملينه معاها في علاقة ولا اروع الحياة، فمش عايز اي حاجة تعكر صفو هذه العلاقة. في خطأ، وأنا كلامي محدد أهو، في خطأ ارتكبه الكثير من أبناء العاملين في مصر، في المصريين في المملكة العربية السعودية، ارتكبوا خطأ. أنا بقولش إن هم مظلومين، ارتكبوا خطأ أنهم قاموا بالحج خلال السنة اللي فاتت بدون تصريح. هم شغالين في السعودية، السعودية اشترطت إن مفيش حاجة اسمها واحد شغال في الرياض يقوم طالع واخد أتوبيس وقت الحج ويقوم رايح على مكة وكذا، اللي هي فكرة حج الداخل. قالت لك مفيش الكلام ده، حج الداخل ولا حج الخارج لازم يبقى بتصريح، واللي مش هيعمل كده هيعرض نفسه للعقوبة. الزملاء المصريين اللي بعتولي وتواصلوا معايا قالوا لي إحنا اتضحك علينا من بعض الشركات، وقلنا للشركات إنه يا جماعة احنا عايزين نحج، معاكم تصاريح تمنحوها لنا؟ الشركات قالوا لهم مالكوش دعوه، ادفعوا لنا الفلوس بس واحنا نظبط وعنا كل حاجه. لما رحنا نحج فوجئنا ان الشركات مش مطلعه لنا تصاريح، فخبطنا احنا في الحيطه وبقينا في مواجهه السلطات السعوديه. اختصارا السلطات السعوديه دلوقتي بتقول لهم القانون هو القانون، انا هوقع عليكم الغرامه، في غرامه ماليه، والعقوبه الكبرى هي الترحيل من السعوديه وعدم دخول المملكه لمده 10 سنوات. ودي عقوبة الحقيقة قاسية جدا. أنا لا أريد أن أتدخل في قانون المملكة العربية السعودية، لأنه مش من طبعنا أن احنا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكن أنا ليا مناشدة ورجاء، وعشان خاطر إخواتي المصريين مش عيب، عشان خاطر إخواتي المصريين ما يناموش النومة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، وهي النومة اللي نايمينها دلوقتي في المطار وفي بعض الأماكن الأمنية في السعودية استعدادا لترحيلهم، عشان مصريين اللي من لحمي ودمي ما يناموش النومة دي، مش بس استغيث، لا أتوسل كمان، مش عيب، وأنا بتوسل أهو للسلطات السعودية، لخادم الحرمين الشريفين، لوزارة الخارجية السعودية، لوزارة العمل السعودية، لوزارة الحج السعودية، للسفارة السعودية بالقاهرة والسفير المحترم عميد الدبلوماسيين العرب السفير أحمد قطان، للسفارة المصرية في السعودية سواء القنصلية في جدة أو السفارة في الرياض، كل من يستطيع أن يساعد الناس أولا معترفين بالخطأ ومستعدين أن هم يقدموا الاعتذار ومستعدين أن هم يدفعوا الغرامة ولو مضاعفة، يعني بيقولوا الغرامة المقررة مثلا لو ألف ريال يدفعوا 5، لو 10,000 ريال يدفعوا 50,000 ريال، بس بيقولوا أبوس إيديكم بلاش الترحيل، لأنه أولا ده أكلنا وأكل عيشنا وحياتنا مستقرة، رقم 2 ولادنا اللي في المدارس والجامعات هيروح عليهم السنة الدراسية، وهنرجع نحاول نلف لهم على المدارس والجامعات هنا نشوف لهم حتة تاخدهم ومش هنلاقي، ودول قوامهم أكتر من 25,000 طالب وطالبة في المدارس والجامعات السعودية. أنا بتكلم هنا بلسان أكتر من 30,000 مواطن مصري، عدد يقل أو يكثر أنا ما عنديش إحصاء، بس أرجوكم إذا كان هناك أي حد في المملكة يستطيع أن يعفو عن هذا الخطأ، وأنا أعيد وأكرر هذا خطأ ارتكب، إذا كان هناك حد يستطيع أن يرأف بهم ويرحمهم، خصوصا أن هم
جريمتهم مش اختلاس ولا سرقة ولا مخدرات ولا لو كان حاجة كده كنت قلت لكم أنا اقطعوا ايديهم، لكن هي خطأهم ان هم حنوا لبيت الله، حنوا لزيارة رسول الله، حنوا لثواب الحج وما أعظمه من ثواب. أنا عارف ان هو خطأ في النهاية ان يتم الحج دون تصريح، لكن الرحمة فوق القانون والرحمة فوق العدل. نلتقي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. معلش انا عارف ان الفاصل الاعلاني طويل شويه، معلش استحملونا، انتم عارفين الايام اللي بتسبق رمضان وشهر رمضان بتبقى الدنيا صعبه، لكن ان شاء الله بعد رمضان نهدى شويه بقى عندنا وقت اكبر، فهناخد دقائق قليله جدا في الكلام عن بعض الموضوعات التطورات، وبعد الفاصل نبدا حوارنا. النهارده سلامه الطيران المدني الفرنسيه قالت ان الحمله اللي معموله في اعماق البحر المتوسط مستمره، وان في سفينه كبرى فرنسيه في طريقها الى الموقع للبحث عن حطام واشلاء الطائره المنكوبه. كمان رئيس لجنه التحقيق في حادث سقوط طائره مصر للطيران الاستاذ ايمن المقدم قال انه تمكننا من تحديد موقع جهاز الارشاد. جهاز الارشاد ده اللي بيعمل ايه؟ هو المسؤول عن ارسال اشارات للاقمار الصناعيه لو حصل اصطدام عنيف للطائره او سقوط في المياه، ساعتها بيعمل اشارات للاقمار الصناعيه. هم حددوا المكان بتاع جهاز الارشاد ده. طيب تحديده هينفعنا بايه؟ هينفعنا انه نطاق البحث هيقل في دايره قطرها 5 كيلومتر، بدل ما احنا بندور في البحر كله شرقا وغربا، لا هندور بس في دايره قطرها 5 كيلومترات، فبالتالي عمليات الانتشال والبحث عن الاشلاء والحطام يبقى اسرع وياخد وقت اقصر. طيب وزير التموين قال ان 10 مليون جنيه مبيعات هم حصيلة المبيعات للمعرض الاستهلاكي اللي عاملاه الحكومة بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت عنوان اهلا رمضان. 10 مليون جنيه مبيعات يومين بس، مبيعات يومين بس. ده معناه انه برافو يا حكومة، وده معناه ان الناس شرقانة. مترو الأنفاق يقرر مد ساعات التشغيل طوال رمضان للساعة الثانية صباحا. نلتقي بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. حوارنا النهاردة في الحياة اليوم حوار متعلق بالتركيبة اللي المفروض أي دولة تشتغل بيها. أنا معلوماتي المتواضعة بتتكلم عن أنه في مثلث هو اللي بتقوم عليه أي دولة من أجل التقدم والعمل. المثلث ده أضلعه الثلاثة اللي المفروض تكون بالتساوي، القطاع الحكومي مع القطاع الخاص، والضلع الثالث ما يسمى بالمجتمع المدني أو المنظمات الأهلية أو سموها كما شئتوا. معظم الدول المتقدمة بالدراسات والإحصاءات قالت أنه الضلع الثالث اللي هو المجتمع المدني والعمل الأهلي والمنظمات غير الحكومية كان ليها الدور الأكبر في انطلاق الدول التي وصلت إلى مرحلة التقدم والتنمية والرخاء، وإن المشكلة في الدول التي تحاول أن تتقدم زينا كده هي قصور وضعف كبير في تفعيل العمل الأهلي والمجتمع المدني. عشان كده إحنا النهاردة فاتحين هذه الحلقة النقاشية عشان نعرف إيه المشكلة اللي عندنا، خصوصا حضراتكم عارفين إن عندنا حتى بعض الصور الذهنية سيئة السمعة لما تيجي تقول مجتمع مدني أو منظمات يقول لك دول عملاء، دول خونة، دول اللي بيقبضوا من بره، دول اللي بيعملوا مش عارف كذا. في على فكره خونه وعملاء، بس في النهايه التعميم خطا. خلينا نرحب بضيوف الكرام اللي هفكر معاهم بصوت عالي في فكره كيفيه تفعيل المجتمع المدني وتطهيره علشان نصل الى الدرجه المثلى من التعاون ما بين اضلاع المثلث الثلاثه. ضيوفي الدكتور عبد المعطي لطفي نائب رئيس اتحاد جمعيات التنميه. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، شرفتني يا فندم. اهلا وسهلا. ايضا مشرفنا الدكتور عباد الشرقاوي نائب رئيس جمعيه 6 اكتوبر لخدمه المجتمع والبيئه ورئيس جمعيه التنميه للصناعات الصغيره. ازيك يا دكتور؟ نائب رئيس مجلس اداره جمعيه الصناعات الصغيره. يعني شوف العرك عايز الموضوع صعب قوي بصراحه. لا لا يعني التايتل صعب قوي بس يعني تمام. خشوا بقى على التايتل الاصعب. الاستاذ ايمن نصري رئيس المنظمه المسكونيه لحقوق الانسان والتنميه وموقعها او مقرها في جنيف بسويسرا. ازيك يا استاذ ايمن؟ استاذ تامر اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ الله يخليك، منورنا. الله يخليك. عادي المسكونيه دي؟ تمام، عادي جدا، بسيطه خالص. بسيطه، بسيطه جدا. طيب اتفضل حضرتك. مسكوني هو لفظ عالمي بيستخدم الاشاره الى التعاون والتفاهم بين مختلف الديانات والطوائف،
تمام. والحقيقه دول الحركه المسكونيه جمعت العديد من المنظمات. هي بس الاول مسكونيه بالكاف. بالكاف. عشان في ناس قالت لك ماسونيه والعياذ بالله. ما هو دي لا الكاف دي مهمه قوي جدا. ده الاساس في الكلمه اصلا. اه الجمعيه المنظمه المسكونيه. بالظبط. والحقيقه الحركه المسكونيه جمعت العديد من المنظمات الاسلاميه والمسيحيه في مجالات مختلفه، حقوق انسان وتنميه. نقدر نقول ان احنا الكلمه نفسها اللفظ المسكونه وهي الارض، واحنا بنخدم جميع من يسكن الارض في مجال. هي جايه من هنا. من هنا. جايه المسكونه او المعموره. المعموره بالظبط. لان انا بصراحه ما كتبتش عليك، انا طبعا ما فهمتهاش ماسونيه، انا فهمتها مسكونيه بس قلت دي ليها علاقه بالاسكان، جمعيات اسكان وبتاع. بالظبط. هي تمشي كده. اللفظ بتاع الكلمه ان احنا في مجال حقوق الانسان والتنميه نخدم الجميع دون النظر الى العرق او الدين او الحاله الاجتماعيه او خدمه السياسي. كل من يسكن الارض. حلو كده. بالظبط. تمام. زي الفل. طيب دكتور عماد، ايه المشكلة في المجتمع المدني؟ ايه المشكلة في هذا الضلع؟ لو حضرتك موافق معايا ان المثلث هو ده اللي بيقوم عليه اي دولة. ايه المشكلة اللي عندنا في دول العالم الثالث والشرق الاوسط والدول العربية وكذا في تفعيل الضلع الثالث ده اللي طول الوقت يجي يقوم ويرجع تاني؟ هو الحقيقة حضرتك لك حق طبعا، في مشكلة ومشكلة كبيرة، لانه معظم الجمعيات عندنا بتشتغل بدون منهج، وان كانوا المفروض عشان يحصل على ترخيص بيكون عنده منهج، عنده أهداف، عنده خطة، ولكن رغم عن ذلك في معظم الجمعيات حد بيعملها لهم وبياخد الموافقة، ربما يوصل الأمر إن ما تترجعش، لكن هو خد الموافقة وبعد كده لما يجي يشتغل ما بيشتغلش، يعني بدليل إن احنا عندنا أعداد كبيرة جدا من الجمعيات، يعني ما فيش إحصائية دقيقة، لكن ساعات نقول 60,000 ساعات نقول أكتر، لكن اللي ظهر واللي بيشتغل منهم لا يمثل أكثر من 1%. واحنا ان شاء الله يعني بنتمنى الكل يعمل، يعني طالما النيه خير. يعني في بعض الجمعيات مشبوهه برضو لازم نعترف علشان صح. يعني صح. لكن ما نقدر، وللاسف دول رغم قلتهم بس بيسيئوا للعدد الاكبر. صحيح، ليك حق. وزي ما حضرتك دايما بتشير في برامجك الجميله انه التعميم ده حاجه ما يصحش نعمم. صحيح. عشان نعرف نشتغل. لكن احنا انا بمثل جامعه 6 اكتوبر، دي جامعه خاصه، فده احد الاضلاع وعلاقته بمؤسسات الدولة والمجتمع المدني. فإحنا جامعة 6 أكتوبر عاملة بروتوكول مع مجموعة من الجمعيات الأهلية علشان تساعدهم على تحقيق أهدافهم. ممتاز. وعشان كده أنا كنت محظوظ بقى أن هم اختارونا أن أنا أشتغل معاهم في أحد الجمعيات. ممتاز. طيب دكتور عبد المعطي، أسمع رأي حضرتك برضو في فكرة المسؤولية عند مين؟ يعني احنا قلنا ان في قصور، والدكتور عماد قال ان في مشكلة ان ما فيش منهجية، وبعض الجامعات بتشتغل من غير ضبط وربط وشغل استراتيجي محترم. هل دي مشكلة المجتمع المدني نفسه ان هو لازم يضبط اداءه ولازم يحدد البوصلة ولازم يبقى فيه منظومة، ولا دي مشكلة الدولة انها مش عاملة سيستم للمجتمع المدني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا، ما فيش دولة بتعمل سيستم للمجتمع المدني. المجتمع المدني بمفهومه الشامل بيشمل حاجات كتير جدا، منها طبعا الأحزاب من المجتمع المدني. كل ما هو غير حكومي فهو من المجتمع، الأندية من المجتمع المدني. تمام. ومنها الجمعيات الأهلية اللي موجودة. لكن الجمعية عشان تقام وتقام على أسس مظبوطة لازم يكون بيجمعها خط النشاط، يكون منشأة على أساسه. وبالتالي يكون لها أهداف، وأهداف واضحة وصريحة، بتجمع المجموعة اللي بتشكل وتكون الجمعية حوالين هذا الهدف لتحقيقه. كأن تكون جمعية لتطوير المجتمع المدني، لتطوير المجتمع الأهلي، لتطوير المجتمع المحلي اللي موجود، كأن تكون جمعية فيها نشاط خيري وفيها نشاط لتنمية البيئة والمحافظة عليها، فيها نشاط للتنمية الاقتصادية ومحافظة على الاقتصاد وفئة معينة زي المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كل ده الخط اللي بيجمعها ده هو وده الهدف اللي عايزة توصل إليه. المجموعة اللي بتشارك بقى، العناصر اللي بتشارك في هذا، لازم تكون مقتنعة بهذه الأهداف وداخلة عشان تحقق هذا الهدف. الحقيقة لأن الدولة ما بتصرفش على الجمعيات الأهلية ولا تعطيها بالقدر الكافي اللي يقدر يقيم نشاطها، فبدأت تظهر بعض الجهات المنحة في هذا الأمر. الجهات المنحة هو أنا آسف ثانية واحدة، هو الدولة مسؤوليتها انها تصرف على الجمعيات الاهليه؟ مفيش كلام، وفي صندوق فعلا اسمه صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهليه. كويس. في صندوق في وزاره التضامن الاجتماعي لدعم هذا الكلام. تمام. انما الصندوق لا يكفي ولا يعطي طبعا، لان الدوله اساسا ما عندهاش القدره
انها تصرف بالشكل الكافي. فبدأ تظهر الجهات المنحة الأجنبية اللي بتعطي هذا، وهنا تخش بقى الشكوك، هنا تخش مش الشكوك بقى، هنا تخش الناس اللي بتعمل جمعيات للتربح والتكسب وفقط بدون صح. أهداف وبدون خط. لا دي هنخش لها، لأن دي فكرة الجمعيات السبوبة باللغة العامية يعني، انتشرت انتشار كبير جدا خلال السنوات الأخيرة. بس أرجع للأستاذ أيمن، هل في الأول تصنيف للمجتمع المدني؟ يعني هل مفروض المجتمع المدني يتكون مثلا برضو من ثلاث عناصر، اللي هو العمل الأهلي والعمل الخيري والعمل مثلا التنموي والسياسي والتثقيفي؟ يعني في تشكيله، ولا هي مفتوحه برضو على حسب اهتمامات كل العاملين فيه؟ بص انا بس تكمله حضرتك، انا بشوف انه احنا في عندنا فكره مشكله الجماعيه في العمل كمان، يعني المنظمات بتعمل بشكل فردي. فكره الجماعه وثقافه العمل الجماعي مش موجوده، كل واحد بيشتغل في حته بشكل فردي. دايما صحيح. بنقول ان المنظمات لما بتشتغل مع بعض في تبادل خبرات ومشروعات مشتركة، ده بيدي قيمة للعمل وبتغطي للأماكن الأكثر. خلينا نرجع دايما ونقول أولا، هل هم منظمات فعلا؟ يعني ينطبق عليهم كلمة منظمة وعمل مؤسسي وفي منهج وفي برنامج عمل، ولا هي قصة أن 10-15 واحد اتجمعوا وقال لك يلا نعمل جمعية؟ هي دي موجودة، ولكن برضو استمر في منظمات، ومنظمات بتشتغل بشكل محترم جدا. الفكرة برضو في شورتش حاصل للمنظمات الكبيرة. المنظمة الكبيرة لما بتوصل لحجم معين ما بتجيبش حد صغير معها، بتفضل ان هي تشتغل بشكل فردي. انت النهاردة محتاج ان لما انت تكبر تاخد تحتيك مثلا او حواليك 10-15 منظمة يشتغلوا معاك، تدرب كوادر، ترفع من امكانيات الموظفين، وبالتالي انت بتعمل بتوسع الدائرة ان انت تخدم اكتر. كمان في نقطة الاعلام. الاعلام الحقيقه لا يسلط الضوء على العمل التنموي بشكل كافي. التسليط الضوء فقط على المنظمات، لو احنا نتكلم عن المنظمات الحقوقيه ومشاكلها، وده بيدي نظريه التعميم. النهارده الكل زي ما حضرتك قلت، الكل بيشوف ان المنظمات دي منظمه عميله. فكره اخرى، حته العمل الخيري. احنا عشنا فتره من الزمن للاسف شديد ثقافه العمل الخيري. احنا بنقول كل ما هو شاب من 18 40 45 سنه المفروض ان هو لا يحصل على مساعده خيريه، قادر على العمل يجب ان يعمل. عشنا هذه الفتره دي اثرت بشكل كبير جدا، كنا بنحاول احنا نغير المفهوم ده. يا جماعه المنظمات التنمويه، العمل التنموي هو التنميه المستدامه، الحق صحيح. في العمل، ما تديش حد مساعده. وخد بال حضرتك دايما كمان انه في رايي، ما اعرفش حضرتك صحاح لكلامي، انه فكره العمل الخيري او العمل اللي فيه مساعده، عندنا في مشكله في الثقافه او في الفهم شويه. لانه بالنسبه لنا العمل الخيري ان انا يمكن ده كويس بس مش صح في وجهه نظري، اللي هي فكره ان انا اساعد حالات. انا رايي ان المساعده العامه هي الافيد. يعني حتى هنا انا في البرنامج بحاول طول الوقت يتقال لك مثلا عندنا حاله مرضيه بجيلنا عايزه مساعده كذا. لا، لو عرفنا نعمل مساعده عامه لعلاج قطاع معين من الناس يستفيد منه 1000 2000 3000 افيد بكتير من ان انا اساعد واحد يعمل عمليه او واحد يعمل كذا. بالظبط. يعني حتى فكره العمل الخيري عندنا مش ثقافتها مش واصله قوي، مش موجوده بشكل كبير. انا دايما اقول العمل الخيري او المساعدات الخيريه يجب ان تذهب للمستحقين. واحد مش قادر يشتغل، واحد ما عندوش دخل، بتعمل له دراسه وبتتاكد ان هو لا يستطيع ان يحصل على اجر او مقابل مادي، فبتدي له. النقطه الثانيه كمان حضرتك، الجزئيه بتاعه يعني اتكلمنا على موضوع العمل الخيري. المنظمات بيشتغل، او هو واحد جاله فكره منظمه، الدراسة بقى، طب أنا النهاردة ما فيش تمويل كبير زي ما الدكتور قال من الحكومة. أنت عندك مصادر تمويل، يجب أن تحصل على مصادر تمويل الأول، ويجب أن تكون سليمة وشرعية عشان تبدأ تشتغل. فكرة المنظمة إن أنا أعمل منظمة وربنا يبعت، ده مش سليم بالمرة. يعني الفكرة إن أنا النهاردة عندي، مش ربنا يبعت، هو عارف هتيجي منين فلوس، يعمل وعارف عارف هيجي منين، وعارف. وفي بعض المنظمات وكثير من المنظمات ما بيكونش ليه مصدر يقول بس احنا نعمل كيان ونبدأ نعمل شوية اتصالات، واللي هيجي اللي هيجي ده بقى جاي منين شكله، هو ما عندوش مشكلة، أهم حاجة إن هيجي ونشتغل. تمام دكتور، هو السؤال محرج شوية، وأنا حريص أن أنا ما أسألوش للأستاذ أيمن عشان هرجع له في أسمع تعقيبه. إحنا في السنوات الأخيرة الظاهرة الكبيرة اللي انتشرت في المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية، طول الوقت نسمع عن ظهور الجمعيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وانتشرت زي النار في الهشيم. أنا ما عنديش مشكلة، يعني طبعا حقوق الإنسان محتاجة منظمات وجمعيات ومجالس للدفاع عنها، وكلنا عايزين نحافظ عن حقوق الإنسان. بس هل تعتقد حضرتك ان احنا في مجتمعات وفي دول التنمية هي الاولى والعمل هو الاولى وتثقيف الناس هو الاولى والعمل الخيري والمساعدات هي الاولى، ان يبقى عندنا هذا الانتشار الفظيع لحقوق الانسان والبعد عن ما تحتاجه الاوطان بجد؟ طيب. انا ممكن اكتفي بالابتسامة على فكرة، ممكن اكتفي بالضحكة دي، اجابة وصلتني. لا انا مبسوط. انا قبل ما اجاوب بس عايز اقول لحضرتك ان اخر ملتقى كبير كنا عاملينه، وكنا بنقول لو عرفنا نجمع الفلوس اللي احنا بنلمها دي في الحالات الفردية وننشئ قناة قومية
ونجيب حد، وعدينا خمسة ستة حضرتك منهم، ربنا يكرمك، نديله مرتب كبير وما ياخدش مرتب ما يشتغلش غير دي، ويشتغل على فضيلة واحدة. أنا واحد منهم وما أخدش مرتب؟ لا، تاخد مرتب من الدولة كبير، أو من الجهة دي، من الجهة دي، عشان ما تبقاش قناة فيها إعلانات ولا قناة يعني المؤسسات تصرف عليها. تمام. ومثلا حضرتك تاخد فضيلة واحدة حب العمل، تمام، وتشتغل عليها حد ناجح وقناة ناجحة ومؤسسات بتدفعك، ده أعتقد هيبقى تحل كل المشاكل دي. مفهوم. يعني فده كان آخر ملتقى كنا مفكر فيه إزاي إن احنا نخرج من النفق ده. ممتاز. عشان أجاوب بقى على السؤال، تفضل. ليه أنا بقول دي تجربة، دي تفكير برا الصندوق. صحيح. خارج الصندوق. صحيح. مش بجامل حضرتك، العفو يا فندم، لكن انت طبعا معروف ان انت انسان اعلامي يعني مقتدر وقادر وكل حاجة، كلك ذوق. لكن انا بتكلم على حتة المنهجية اللي حضرتك دايما في كل حلقاتك بتركز عليها. احنا عشان نعمل تنمية مستدامة احنا عندنا ثلاث محاور: المحافظة على المصادر الطبيعية اللي ربنا اديها لنا، سواء في مية وأرض وشجر وحيوانات وطيور وهواء، أحافظ عليها. ده محور التنمية الأول والأساسي، لأن ده اللي أنت قاعد عليه. المحور الثاني محور المحافظة على الإنسان، حق الإنسان، وحق الإنسان بقى مش فقط للمساجين فقط، ولا فقط للمتسولين، ولا فقط للغارمات، ولكن حق الإنسان في الصحة، حق الإنسان في التعليم. صحيح. حق الإنسان في التعبير عن النفس، حق الإنسان في العمل، حق الإنسان في المسكن المناسب، حقوق المعاقين، حقوق الأطفال، حقوق وهكذا. حلو. المحور الثالث اللي هو المحور الاقتصادي الأخضر، الأنشطة التي تضمن الحياة الكريمة للأشخاص وتضمن الحياة الكريمة للأجيال القادمة. ما فيش معنى أن أنا أعمل مشروع والناس تكسب والناس بتنضر بالمساوئ بتاعته، سواء في صورة تلوث بيئة أو تلوث هواء. صحيح. أو إن هو يجور على الأرض الزراعية أو 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 أو. تمام. لما احنا نيجي نتكلم، متأسف أنا يعني عايز بس أكمل النقطة دي. اتفضل يا فندم. هو ده دور الجامعة مع الجمعيات، احنا بنوضح المنهج دي ده، وقصة الدعم والتمويل مش مبني فقط في دعم الجمعيات على المبالغ المالية. أنا عندي جامعة فيها قوة كبيرة من أساتذة ومن علم ومن قاعات ومن إمكانيات ومن 20,000 طالب في جامعة. أنا لما بقدر دولا أحط إيديهم في إيدين الجمعيات الأهلية، عندك أساسا دور الأيتام محتاجة حد يتكلم معاهم، مش محتاجين. صح. فلوس. صح. ما عندهمش. لا، أنا مؤمن جدا أن الفكر والجهد ربما يبقوا سابقين لفكرة المال بكتير. صحيح. عندك دار المسنين، بنعمل برامج للأولاد، جليس المسن أساسا مريض عنده سكر وهو مش محتاج أكل، وعندهم أدوية كتير، محتاج علاج نفسي، محتاج حد يروح يقعد معاه. ففي فئات كتيرة جدا. انت احنا عندنا مشكلة كبيرة عايز أقول لحضرتك عليها، 60% من الناس اللي بتخرج على سن المعاش قادر على العطاء. صح. فإزاي إن أنا أسيبه وأنا بقول له خلاص كفاية عليك كده؟ صح، لازم أستعين بهذه القدرات، ودي دور الجمعيات الأهلية. طيب. دكتور عباطي، نفس الفكرة، يعني أنا لازم أقول لكم إن أنا عندي نوع من الاستغراب ان انا قاعد بسمع من حضراتكم كلام ورائع وكله منطقية ومنهجية، لكن لما نيجي نطبق على ارض الواقع النتيجة اقل بكتير من الخبرات والكوادر اللي موجودة في مصر واللي عندها القدرة على العطاء. نفس السؤال، انا معلش ما بزهقش، فين المشكلة؟ انا بس عايز اوضح حاجه، وعايز تعقيب برضو على فكره برضو الانتشار الفظيع في مساله حقوق الانسان. ونسيب الشغل الاساسي اللي احنا عاوزينه. عايز بس اوضح في الحته، في الجزئيه دي، هي ان المجتمع المدني او اللي هو العنصر احد عناصر المجتمع المدني وهي الجمعيات الاهليه والمنظمات الغير حكوميه، مفيش مجال ما احنا مش محتاجينه. يعني ما نقدرش نقول بلاش حقوق الانسان او بلاش الجمعيات الخيريه او بلاش، كل الحاجات دي بتكمل بعض. تمام. يعني الجمعيه اللي بتشتغل في مجال حقوق الانسان، سواء زي ما الدكتور عماد قال، الحقوق كلها، حقوق المسكن والصحه والحقوق السياسيه كمان ما فيهاش كلام، وحقوق انه يحتفظ بكرامته ويتعامل بكرامه ولا يعامل بشكل مهين بالنسبه له، كل دي حقوق مطلوبه للحته الثانيه اللي هي اتقال بقى، اللي هي التنميه الشامله او التنميه المستدامه. انا لو حاسس ان انا مهدوره كرامتي وبتعامل باهانه، مش هعرف اشتغل ومش هعرف انتج ومش هعرف استثمر. صحيح. ومش هعرف اعيش ولا هعرف اربي ولادي ولا هعرف اعمل حاجه. لما الاقي ان التعليم ما هواش بالشكل
القادر على انه يخرج من ولادي كل ما عندهم. صحيح. ويعطيني انا هذا العائد والمردود، انا مش هبقى سعيد ومش هبقى مبسوط. هذا هو كل مجال بيتعامل فيه جمعية. فالمجالات دي كلها احنا محتاجينها، محتاجين الجمعية الخيرية اللي بتؤدي الى تنمية المجتمع المحلي، محتاجين الجمعية اللي بتؤدي الى ايوه انا مش معترض يا فندم، هي الفكرة احنا محتاجين كله يا فندم، احنا محتاجين كله. هي القصة في التنسيق، وانه اضمن منين ان الجمعية دي على الاقل حتى لو افترضنا حسن النوايا على الاقل فاهمة شغلها. يعني زي ما الدكتور قال دلوقتي، امبارح تتفتح جمعية لحقوق الإنسان أو منظمة لحقوق الإنسان، الناس المتخصصين اللي شغالين فيها فاهمين فهم خاطئ أن حقوق الإنسان هي فعلا مواطن بيتعذب في اسم أو حزب مش عارف بطاقة كذا، لكن ما عندوش الفهم الواسع بفكرة أن حق أنا كمواطن في الحياة وفي السكن وفي العمل وفي المرور الآمن وفي المواصلات والبيئة ومش عارف كذا. هو جاي على إيه؟ على النقطة اللي بتعمل شو فيطلع في فضائيات يقولك في اضطهاد وقمع واختفاء قسري ومش عارف إيه، وعلى الحاجات اللي بتهم الجهات الخارجيه الاجنبيه هي دي اللي بتجيب اليورو والدولار. اسمح لي يا استاذ نمر اقول لك ان انا بقول من الاخر كده، العدد اللي بيشتغل بالطريقه اللي حضرتك بتقولها دي عدد قليل جدا موجود وما فيهاش شك. لكن العدد لما تنسبه الى عدد الجمعيات الاهليه الجامد جدا القوي جدا العدد الكبير جدا اللي بيعمل في مجالات لصالح الدوله ولصالح البلد ولرفع مستواها، بالنسبة ده عدد محدود بشكل. بس هو ده اللي ظاهر يا دكتور. لا مش هو اللي ظاهر، هو اللي بيتجه. مش هو اللي ظاهر. لا مش هو اللي ظاهر. طيب اللي هو ده اللي بيتتجه إليه الجهات المنحة، لأن الجهات المنحة بالتأكيد عايزة، ما لقيتش خطة لأنها تخش إلى السيطرة على الدولة إلا المجتمع المدني، وما فيش غير الناس اللي تعرف تجعجع وتعرف تتكلم. مع كامل احترامي بس في النهاية هو ده اللي ظاهر للجهات المنحة الأجنبية. صحيح. رقم واحد. ومع كامل احترامي هو ده اللي ظهر لينا كإعلام. يعني انا هيبقى عندي، انا لو انا برضو مفترض ان انا اعلامي عندي حسن نيه، هيبقى عندي جمعيه او منظمه شغاله وفاهمه صح وبتعمل تاثير مهم في المجتمع، وانا هتغاضى وابص الناحيه دي واقول ما فيش حاجه بتحصل؟ لا، الحقيقه ما بشوفش. الحقيقه ان المجتمع المدني والعنصر الثالث ده اللي زي قلت لحضرتك ممثل في الجمعيات الاهليه مهمش بشكل كبير جدا من جهه الدوله. يعني الدوله لا تسمع كثيرا للمخرجات بتاعه المجتمع المدني، الدوله لا تسمع كثيرا. طب انا احب اعمل إلا ايه إذا انا احب اعمل ايه؟ ادي الجمل، وادي الجمال. استاذ خالد سلطان رئيس الاداره المركزيه للجمعيات في وزاره التضامن. مساء الخير استاذ خالد. اخيرا تمبيز يا حبيبي. وانا مش عارف الحقيقه حضرتك الجمل ولا الجمال هنا. اي حاجه انا موجود، يا جمل يا جمال. طيب انت سمعت حضرتك طبعا بعد تحياتنا لشخصك الكريم، حضرتك سمعت مجموعه الكلام اللي احنا قلناه اضافه الى الانتقادات الموجهه للدوله في ان عندها قصور في دعم الجمعيات الاهليه، وعندها قصور مش بس قصور مالي، المالي ده مقدور عليه، احنا عارفين في النهايه ان العين بصيره والايد قصيره، لكن في النهايه مفيش توجيه ليهم صح، مفيش رقابه عليهم صح، مفيش نوع من انواع الاستراتيجيه اللي محطوطه علشان نطلع احسن منتج من هذا العمل. طيب انا يعني هبتدي الاول علشان موضوع الايد قصيره والكلام ده، لا احنا عندنا صندوق عن الجمعيات ده منشأ في وزاره التضامن الاجتماعي. مبدئيا الصندوق ده فيه 700 مليون جنيه تربيه. تمام. في الوقت اللي معالي وزير التضامن الاجتماعي قررت انها تجعل صندوق عن الجمعيات ده بديل للتمويل الاجنبي علشان الاثاره اللي كانت حاصله من التمويل الاجنبي. ايوه. تم نقل صندوق عامة الجمعيات بما انه صندوق خاص، تم نقل امواله للبنك المركزي وتحت سيطره وزاره الماليه بمراقب مالي بطريقه ما ينفعش تشتغل مع المجتمع الاهلي. يعني خطه مع الوزيره الاستراتيجيه اللي حضرتك بتقول عليها كانت هتخلي صندوق عامة الجمعيات هو بديل للتمويل الاجنبي وبديل وطني لتمويل الجمعيات بعيدا عن التمويل الاجنبي. معلش عشان بس ما تهش يا خالد بيه، 700 مليون جنيه دول تحت إمرة مين دلوقتي؟ دلوقتي هم مفترض ان اصل لو راح وزاره الماليه يبقى الله يعوض. ماشي يا فندم، هو الله يعوض فعلا. هو انا عارف هو مجلس اداره الصندوق موجود، لكن حضرتك كان الاول بمجرد مجلس اداره الصندوق ما يجتمع وقدامه مجموعه من الاعانات للجمعيات كان بيقررها، وبالتالي ثاني يوم بتطلع الشيكات بتاعتها بعد دراسه الحالات بتاع الجمعيات وبيتم الاعانه بتاعتها. النهارده حضرتك علشان تعمل حاجه زي دي لو
لو شيك بيطلع ب 10,000 جنيه الجمعيه او كده ممكن ياخد له 6 اشهر بالمحاسبه الحكوميه يعني. فاحنا فعلا طالبنا ومعالي الوزيره طالبت برفع صندوق عامه الجمعيات من تحت رقابه وزاره الماليه وعودته لوزاره التضامن الاجتماعي علشان نقدر نغطي المنح للجمعيات اللي هي زي ما بيقول الدكتور ما بتقدرش توصل للتمويل الاجنبي. طيب بعيدا عن التمويل عشان بس الوقت يا استاذ خالد، بعيدا عن الفلوس، لان انا الحقيقه طول الوقت ما بحبش قوي اتكلم في الفلوس لان انا الفكر والجهد ربما يغنوا عن ضعف الموارد. انتوا بتقعدوا يعني مع الجمعيات دي، هل في نوع من التنسيق؟ هل في نوع من التوجيه؟ في بعض الاحيان تقعدوا مع الاتحاد العام مثلا، مش في اتحاد عام للجمعيات الاهليه؟ طبعا الاتحاد العام للجمعيات دكتور، تمام، اللي تحتيه مش عارف كام للوزاره في كل حاجه يعني. ممتاز. هل انتوا بتقعدوا بتقولوا يا جماعه احنا محتاجين الفتره اللي جايه مش نوع من التوجيه بس نوع من التنسيق، محتاجين الفتره اللي جايه ندوس في الحته دي لان عندنا دروب فيها واحنا كحكومه مش عارفين نشتغل فيها، فكملوا شغلنا عن طريق الحكايه دي، اعملوا لنا مش عارف كذا. هذا السيل من جمعيات حقوق الانسان اللي طالع طول الوقت في مقابل ان احنا عندنا ثغرات كثيره مش عارفين نسدها، ما هو في النهايه ده دور الدوله يا استاذ خالد. هقول لحضرتك تامر بيه، هو الموضوع جمعيات حقوق الانسان ده كنا بنتكلم على الجمعيات المسجله في وزاره التضامن الاجتماعي، هي جمعيات مراقبه بشكل عادي وناس مع الدوله ما فيش اي حاجه، لكن في بعض المكاتب اللي بتسمى مكاتب حقوقيه وبتعمل عمل الجمعيات الاهليه غير مسجله في الوزاره، هي دي اللي صوتها عالي وهي دي اللي بتتلقى منح من الخارج على حسابات اشخاص اللي هم اصحابها وهم اللي بيتكلموا وبيهاجموا وبيتكلموا على حقوق الانسان طيب سيبك من حقوق الانسان، جاوب لي بس يا استاذ خالد على النقطه دي، هل انتوا بتقولوا لهم احنا محتاجين كذا، احنا عندنا قصور في كذا، انتوا حاولوا تسدوه؟ التنسيق يا فندم موجود بيننا وبين الجمعيات اللي موجوده كلها، حتى في توزيع الشنط بتاعه رمضان احنا عندنا مبادره اسمها مبادره الشهر الخير، احنا مجمعين كل الجمعيات اللي بتقدم مساعدات وعندنا خريطه للتوزيع عشان ما يبقاش في ازدواجيه في التوزيع ونقدر نغطي جمهوريه مصر العربيه. طيب سؤالي الاخير، سؤالي الاخير بخلاف اهلا رمضان وشنط الخير، لما هو حضرتك، وانا هنا والله مش عايز ابقى ثقيل يعني، لما هو حضرتك في تنسيق وكله تمام وزي الفل، امال المشكله فين؟ يعني ليه الناتج مش هو المأمول؟ المجتمع المدني مش بيطلع انتاج، مش انتاج انتاج يعني، بس في النهايه تفاعل مع الشعب ومع الحكومه بالشكل اللي يرضينا، فين المشكله لما حضرتك شايف ان التنسيق كامل والجمعيات شغاله والمجتمع زي الفل، يبقى فين المشكله؟ هقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا. أيوة. الجمعيات الاهليه بتغطي العمل في المجال الصحي بنسبه اكثر من 40% من الخدمات الصحيه اللي بتقدم في الدوله، دي طالعه من جمعيات اهليه يا استاذ تامر. الشغل ده موجود بالفعل يعني والناس كلها شايفاه. وعلاجات بالمجان كمان يعني، مش علاجات بفلوس، لا علاجات بالمجان، فقطاع الصحه متغطي من الجمعيات الاهليه بشكل كبير جدا يعني. فده قطاع واحد يعني من القطاعات اللي بتخدم فيها الجمعيات الاهليه. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ خالد، اسمع تعقيباتك. حضرتك بتقول انه ده في حد ذاته مش ميزه. انا زعلان من يعني من هذا التفكير اللي احنا لسه فيه، لسه بنتكلم عن انجازات شنطه رمضان ولسه بنتكلم على انه المجتمع المدني بيشيل الصحه، باين ادوار الدوله يعني المجتمع المدني المفروض. بس ما تنساش برضه يا دكتور انه المجتمع المدني بيكمل دور الدوله في ده، هو بيكمل في الاجزاء الخاصه بالدراسه الذاتيه والمجتمعات داخل الشوارع وداخل المنطقه نفسها اللي يصعب على اجهزه الدوله انها تدخل فيها وتقدر تقدم نوع من التوصيات للدوله، عشان اذا انا بعترض على الجمعيات اللي عامله بروتوكولات معايا انها بتلغي دور الدوله تدخل تعمل مدرسه والناس بتوع المدرسه المصاريف الموجهه ليها يوجهوها لشيء تاني الله اعلم به، او ياخدوا دور المستشفيات ويبداوا يعملوا مراكز طبيه ومراكز فرعيه ونبدا نعمل. طيب هنا حاجات عشان بس كلام ما يتوهش، حضرتك قصدك هنا ان الدوله عليها انها طول الوقت تتفرغ لادوارها الرئيسيه، فكره العلاج، فكره طبعاً التعليم، طبعا يا فندم، والمجتمع المدني يتكلم على تنميه الانسان، تنميه الانسان والصناعات الصغيره والمشروعات الصغيره ودعم التعليم من للاشخاص اللي فاتهم الفرصه والثقافه الصحيه. طبعاً. طب خلينا نسال الاستاذ ايمن ولك تجربه خارجيه بره بيحصل ايه؟ خليني اقول لحضرتك بس طبعا ان احنا اتكلم من المنظور الدولي شويه. الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه النهارده
كل الناس تتخيل حق الإنسان ليس حقه فقط في المشاركة في صنع القرار السياسي والعملية الانتخابية، الحقوق الاقتصادية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وده اللي كرسته الشرعية الدولية أستاذ تامر العهد الدولي 1966 المادة 27 وعنوانها الحق في العمل. النهاردة أنا لما أوفر تدريب مهني للشاب يقدر أنه ألاقي له بعد كده فرصة عمل، ده بيرسخ فكرة حقوق الإنسان على الأرض. النهاردة لما المرأة المعيلة أديها قرض أنها تعمل مشروع صغير او 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 قرر تعمل مشروع في المكان اللي هي فيه، ده احد اهم اسس حقوق الانسان. فلازم صحيح. الفكره دي تبقى اشمل واعم، والحقوق الاقتصاديه هذا يعني العهد الدولي ده بيحمي الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه وبيحافظ عليها في كل دول العالم. انا بس عايز اتكلم في جزئيه فيما يخص حقوق الانسان من المنظور الدولي. الحقيقه ان في بعض، لا طب قبل دي يا استاذ عين معلش انا بس يعنيني فكره، يعني في سويسرا مش في مجتمع اهلي طبعا، مجتمع مدني طبعا، وفي حكومه وفي قطاع خاص طبعا، العلاقه بينهم عامله ازاي، ودور او العلاقه ما بين الحكومه او الدوله والقطاع المدني عامله ازاي؟ العلاقه جيده جدا، وهو فعلا ثلاث اضلاع بيكملوا بعض. الدوله هنا بتبقى حلقه الوصل، اللينك بين القطاع الخاص في كثير من الاوقات ومنظمات المجتمع المدني. هي بتدي لينك، في بعض الاوقات بيكون في شركه بتعمل حاجه تمام. معينه، ومنظمه المجتمع المدني هي بتعمل هذا اللينك. بالحقيقه بتلاقي تكامل جيد جدا في دوله زي سويسرا، يعني المثلث ناجح بشكل كبير جدا، لانه العلاقه تكافليه وتكامليه، كل واحد في جزء بيشتغل في حته وبنكمل بعض في الاخر، وانا بعمل لك اللينك عشان في الاخر الناس تستفيد. المنظمات في سويسرا سداح مداح، اي حد يفتح اي حاجه يعمل اي حاجه يجيله فلوس من اي حته وتمام؟ لا انا هقول لحضرتك حاجه، هو في قانون وفي ماده، الماده رقم 60 هي بتنظم عن منظمات غير الحكوميه. الحقيقه هو انت بتيجي بفكره وبتيجي بمشروع، وهو بيساعدك، يعني بيبقى في مساعده في البدايه ان هو يخليك تشتغل، ولكن في اليات معينه واليات واضحه جدا، وقانون هو ده اللي احنا بنطلبه. في القانون واضح، الشفافيه في، انا قصدي هنا دايما انا عارف الوقت بيخلص وعايز اسمع تعقيب اخير من حضرتك، بس هي القصه وده رأيي أنا ممكن تبول بحر يعني، بس أنا فكرة الحرية المطلقة طول الوقت أنا بخشى من أثرها. يعني زي ما عندنا هنا بعد يناير ما اتفتح فكرة أنه إطلاق الأحزاب بالإختار على عيني وراسي، بس في النهاية بقى عندنا دلوقتي أكثر من 100 وشوية حزب ولا ليهم لازمة. أنت بتتكلم برضو في الأربع خمس أحزاب الكبار، هم اللي شغالين وهم اللي موجودين، والحاجة والتسعين دول بيقعدوا يلعبوا طاولة بالليل. صحيح. ففي النهايه لازم، لا لازم لجنه شؤون الاحزاب او واتيفر من غير توجيه ومن غير اغراض، بس لازم في برنامج للحزب، في اساسيات للحزب، اصول للحزب. لكن احنا الاربعه نروح نقدم حزب عشان يبقى اسمنا حزب ويبقى لنا كارنيه ويبقى لنا والواجهه الاجتماعيه والبرستيج والكروت والبيزنس كارد، نفس الفكره. لازم الجمعيه لازم يبقى لها اصول عشان اتوافق واخد ترخيص جمعيه، لازم يبقى في اصول. طيب لكن عندي عشرات الالاف من الجمعيات وكلهم زيرو انتاج، يبقى خليني اقول لحضرتك في ستاندردز معينه. ثواني لو سمحت. اتفضل. لا ثواني، يعني تقول في ثواني. اوكي، في ستاندردز معينه احنا بنتبعها او المنظمات، وبيتابعك وبيسيبك، ممكن تغلط مره واثنين، بس في المره الثالثه لما بيكون الغلط بيقفلك الجمعيه والموضوع منتهي. في معايير معينه، في محاسبة. طبعا، ومحاسبه، ومحاسبه ماليه واداريه وتفصيليه في كل حاجه، وبيسيبك تشتغل طيب. بحريه، بس عينه عليك. دكتور، جمله اخيره، الاصلاح يبدا ازاي؟ الإصلاح يبدأ بالتنسيق التام ما بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ولازم نعرف إن احنا عندنا مشاكل كتيرة جدا، من أهمها إنه المجتمع المدني أحيانا بيأدي وظائف مش وظائفه، اللي أدى بينا إنه في مدارس الحكومة غير جيدة، مستشفيات الحكومة غير جيدة. أنا عايزه يساعد الحكومة في إن احنا نطلع بمخرج كويس. وعلى فكرة اللي قاله الدكتور ده خلى في سنوات كثيرة الإخوان وجمعيات الإخوان والجمعيات الشرعية ولا مش عارف إيه تاخد سكسي فظيع على قفة التقصير بتاع الدولة في تقديم الخدمات. كلمة أخيرة يا دكتور. الكلمة اللي عايز أقولها لك، حضرتك بتسأل سؤال واضح جدا، فين المشكلة؟ المشكلة أيوة. من وجهة نظري هي تهميش دور المجتمع المدني من جهة الدولة. الدولة لا تعني كثيرا بما يخرج من المجتمع المدني ومن جمعيات المجتمع المدني. الجمعيات النوعية دلوقتي أو اللي بتعمل في مجال التنمية الاقتصادية أو تنمية البيئة أو التنمية الصحية أو التنمية التعليمية، الجمعيات الأهلية دي النوعية دي مخرجاتها هايلة، لأن بتمتلك بين أفرادها وعناصرها عناصر هامة جدا، وناس مش مستحملة انها تعمل في المجال الحكومي او صح. في النظام، ربما الكوادر دي موجودة بشكل اكتر من موجودة في الجمعيات، ومخرجاتها هايلة جدا. كل اللي احنا عايزينه هو الاهتمام بمخرجات المجتمع المدني. لو ده حصل هيحصل التنسيق اللي بيقولوا عليه الاساتذة والتنسيق اللي بيننا وبين بعض. لكن عايز اقول حاجة اخيرة كمان، عشر ثواني. لا يوجد دولة في العالم كله
تركة استقبال الأموال والكلام ده هو بدون ضمانات وبدون قيود. ما فيش الحرية يا دكتور. لا يوجد. احنا بلد الحريات. حتى في سوسة. شرفتني يا دكتور، شكرا جزيلا. شكرا أيمن، شكرا يا دكتور، شرفتني، شكرا جزيلا. هنروح لفاصل إعلاني أخير، بعد الفاصل هرجع حوالي 40 ثانية مع حضراتكم إن شاء الله. في احتفالية هي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، ضمت عددا من الشخصيات السياسية والفنية والرياضية، نظمت لجنة الأمم المتحدة للفنون بالتعاون مع لجنة أبناء فنان الزمن الجميل احتفالية يوم الأب، لتكون ثاني أحد من شهر مايو من كل عام، تقديرا لدور الأب في الأسرة والمجتمع. احنا بنحتفل بأول عيد أب هنا في مصر، وفي نفس الوقت بشخصيات تم اختيارها من كافة المجالات. أنا سعيد بالاحتفالية ديت، وسعيد أن هم افتكروا الأب مؤخرا يعني، وأتمنى من ربنا أنها تستمر إن شاء الله في الأعوام القادمة، وخصوصا أنها بتضم يعني بيكرم فيها رموز الفن والرياضة والسياسة. لجنة أبناء الفن الزمن الجميل إحنا عاملينها عشان نكرم الناس اللي تعبوا في السينما المصرية، وبعدين فكرنا إحنا في عيد أم الناس كلها بتفرح بيه، وقلنا نخليه كمان عيد اب 8/5 من كل عام. انا فرحان ان في عيد اب دلوقتي، عشان انا معايا 5 عيال هيجيبوا لي حاجات كتير. الاحتفاليه التي حملت اسم عيد الاب في سينما الابيض والاسود شهدت تكريم عدد من ابناء عمالقه زمن الفن الجميل، من ضمنهم عبد المنعم ابراهيم وعبد الوارث عصر والفنان حسين رياض. احتفاليه شهدت ايضا حضور السيده جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل انور السادات ووزير الاسكان الاسبق حسب الله الكفراوي. دي حاجه اول مره بتتعمل، واحنا عايزين نرسخ ان يبقى في عيد اب برضو، يعني ابهاتنا كلنا المفروض ان احنا نحتفل بيهم. النهارده احنا بنحتفل بعيد الاب الابيض والاسود، وعيد الاب هو طبعا يعتبر قديم، صاحب الفكره هو الكاتب الصحفي مصطفى امين وعلي امين، وهم نادوا ان هم يكون يوم 21 يونيو وزي عيد الام 21 مارس. فكره عيد الاب والذي تأمل لجنة أبناء فنان زمن الفن الجميل ترسيخها وتعميمها لتكون احتفالا رسميا في كل عام مثل عيد الأم، تأتي إيمانا بأهمية دور الأب الذي لا يقل أبدا عن دور الأم. فكرة تعود إلى الكاتبين الصحفيين مصطفى أمين وعلي أمين، والذين كانا قد اقترحاها لتكون يوم 21 من شهر يونيو. والله لطيف فكرة عيد الأب دي. أنا طول الوقت بقول إن الأب مظلوم، بس حتى اللي هو لسه مظلوم يعني، أنا حاسس إن العيد تايه، وأنا مش عارف دلوقتي هو 8 مايو ولا 21 يونيو ولا حتى إيه الأسبوع التاني من مايو، ما نحدد له يوم ونبقى عارفين الأب ده يقدر إمتى على الأقل، عشان نبقى مستنيين الهدية ونبقى عارفين هتيجي إمتى. طيب خلاصة الكلام عشان الوقت خلص للأسف الشديد، قصة الجارديان قصة حضراتكم تابعوها، مش عارف عنديش وقت اكلمكم فيها، بس قصة مهمة جدا تدل على اننا اتضحك علينا لسنوات طويلة. الجارديان اكتشفت ان مراسل ليها كان في القاهرة بيبعت لها تقارير غلط، تقارير مغرضة، فاعتذرت الجارديان للخارجية المصرية وحذفت كل التقارير اللي بعتها المراسل ده على مدار 7 سنين كان بيشتغل، عشان تعرفوا بس ان نظرية المؤامرة مش نظرية، هي واقع. خلصت حلقتنا، بكرة حلقة جديدة من الحياة اليوم هتصاحبكم فيها زميلتي لبنى، ثم أعود فألقاكم يوم الحد إن شاء الله في أمان الله.